شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول عالم الآخرة، وحديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى تحت عنوان انكشاف الحجب. ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن نقاط. النقطة الأولى، لماذا طرح هذا الموضوع؟ النقطة الثانية، مضمون الفكرة على نحو الإجمال. البحث الثالث، الفرق بين فكرة انكشاف الحجب ونظرية تجسيد الأعمال. النقطة الرابعة، انكشاف الحجب بنحو جزئي في هذه النشأة. البحث الخامس، بعض الروايات الواردة في هذا المجال. والبحث الأخير يتناول معنى آخر لفكرة انكشاف الحجب. أما البحث الأول فهو لماذا نطرح هذه الفكرة؟ والجواب على ذلك باختصار، لأن هذه الفكرة
تساعدنا على فهم ذاتنا بنحو أفضل، كما أنها تساعدنا لمعرفة المستقبل الذي ينتظرنا في العالم الجديد، يعني عالم الآخرة. المبحث الثاني، مضمون الفكرة على نحو الإجمال. مضمون هذه الفكرة كما يظهر من كلمات بعض العلماء أن كل واحد منا، نحن البشر، له صورتين. الصورة الأولى هي الصورة الظاهرية، وهذه الصورة تعد جزءاً من عالم الملك. هنالك عالمان، عالم الملك وعالم الملكوت. ربما تكون النسبة فيما بين العالمين هي نسبة التباين، وربما يكون عالم الملكوت أعم من عالم الملك، يعني يشمل عالم الملك ويشمل غيره. على كل حال، هنالك صورة ظاهرية تعد جزءا من عالم الملك، وهنالك صورة واقعية تعد جزءا من عالم الملكوت. هنالك فوارق فيما بين هذه الصورة وتلك الصورة. الفارق الأول أن الصورة الملكية تمثل الظاهر، ولكن هذه الصورة الظاهرية لا تمثل كامل الحقيقة. هذا الشخص الذي يمشي في الشارع وترونه مكونا على هذه الهيئة المعينة، هذه الهيئة المعينة لا تمثل كامل الحقيقة، وإنما هنالك حقيقة وواقعية أخرى تكمن خلف هذا الظاهر. فالصورة الملكية تمثل الظاهر، والصورة الملكوتية تمثل الباطن. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني أن الصورة الملكية مشتركة، جميع البشر يشتركون في هذه الصورة،
المؤمنون والمنافقون والكافرون، الأخيار والأشرار. ولكن الصورة الملكوتية يتميز فيها بعض الأفراد عن البعض الآخر. الفارق الثالث أن الصورة الملكية صورة مفروضة على كل واحد منا، ولا يوجد خيار لنا في هذه الصورة. الجينات الوراثية هي التي تفرض هذه الصورة، بينما الصورة الملكوتية صورة اختيارية، وتصنع هذه الصورة الأفعال الاختيارية والسجايا الأخلاقية. الأفعال التي يفعلها الفرد، الصفات الباطنية التي يملكها، الملكات الواقعية التي يحملها في داخله، هي التي تكون تلك الصورة الملكوتية. هذا هو الفارق الثالث. إحنا عالم الدنيا عالم الاختلاط، الكذب يختلط بالصدق، الحقيقة تختلط مع الخيال، الواقعيات تختلط مع الأوهام. ولكن نشأة الآخرة نشأة حق لا كذب فيها. بعد كذب ماكو في هذه النشأة، بعد وهم ماكو في تلك النشأة. الواقعيات تظهر كاملة. هذا مثل أنه نحن نعيش في ظلام، مو معلوم في هذا الظلام شنو أكو، هنالك أحجار وهنالك جواهر وهنالك أفراد مختلفون لا نعلم أنهم أصدقاء أو أعداء. هذا في عالم الظلام. فإذا أضأتم المصباح الكهربائي وإذا بكل شيء يتضح، ويحدث هنالك فصل كامل فيما بين الأشياء، وعلى قول الشاعر في شعر له: ما ترجمته إن نور الفجر هو الذي فصل بين النعجة والخروف. في عالم الظلام ما كان هنالك وضوح، ولكن عندما يشرق الفجر كل شيء يتضح. ذلك العالم عالم الحق، ذلك العالم عالم انكشاف الحقائق، ذلك العالم عالم زوال الحجب. واحد من الأفراد رأى أحد الأموات في عالم الرؤيا،
فقال له حدثني عن ذلك العالم، فقال كلاما ترجمته إنه لا أحد يعرف في هذا البحر العميق، لا أحد يميز بين الجوهر والحصى، وأن الجوهر هو الذي يقربك إلى الله سبحانه، أو الحصاة هي التي تقربك إلى الله تعالى. يمكن إحنا تكون عندنا أعمال ضخمة تعبنا عليها، يمكن أعوام نتعب عليها، وعدنا فيها أمل كثير، ولكن عندما نأتي إلى ذلك العالم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا العمل أي قيمة ما عند الله تعالى. ويمكن فد عمل متواضع لتواضعه لا يبقى في ذهننا. يوم من الأيام كنتم على الرصيف، وإذا برجل أعمى يريد أن يعبر، ومو من شأنكم ومو من مقامكم كما نتخيل أن تأخذوا بيد هذا الأعمى. أخذتم بيد هذا الأعمى ونقلتموه إلى الجانب الثاني، وإذا بكم تجدون أن هذا العمل في عالم الآخرة له كل القيمة عند الله. على كل حال، هذه النشأة نشأة الاختلاط، ولكن تلك النشأة هي نشأة الحق التي لا باطل فيها. هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث: ما هو الفرق بين فكرة انكشاف الحجب ونظرية تجسيد الأعمال التي تعرضنا إليها فيما مضى؟ الجواب على ذلك: فكرة تجسيد الأعمال ترتبط بالعمل، وفكرة انكشاف الحجب ترتبط بالعامل. العامل يمثل العلة، والعمل يمثل المعلول. مرة نتحدث أن هذه الأعمال التي نعملها لا تمثل أعراضاً تنتهي وتنعدم وتتلاشى، وإنما هذه الأعمال تتمثل وتتجسد في يوم القيامة. ومرة نتحدث حول العامل، وأن هذا العامل يحمل في داخله واقعا معينا. هذا الواقع المعين يتجلى في يوم القيامة. إذن فكرة تجسيد الأعمال ترتبط بالعمل، وفكرة انكشاف الحجب ترتبط بالعامل. هذا هو المبحث الثالث. المبحث الرابع: انكشاف الحجب
على نحو جزئي في هذه النشأة. نحن عندنا مفهومان، مفهوم انقلاب الماهية، وعندنا مفهوم الظهور الماهية والحقيقة. الآخرة لا تمثل انقلاب في الحقيقة والماهية، وإنما تمثل ظهور لهذه الحقيقة والماهية. ولذلك هذه الحقيقة موجودة في هذه الدنيا، ولكنها تحت غطاء. بعض الأولياء يشاهدون هذا الواقع القائم بالفعل في الآية الكريمة، ولو هذه الآية بحثنا الآن لا يدور حولها. في الآية الكريمة الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. بعض العلماء قالوا يعني نار الآخرة، ولكن بعض العلماء يقولون كلا، هذه نار بالفعل ولكنه لا يشعر بها. كيف تكون نارا وهو لا يشعر بها؟ مثل واحد مشلول فاقد للإحساس البدني يخلي إيده على النار ولا يشعر بذلك، فهذه نار واقعية ولكنه لا يتمكن أن يشعر بها. الأطعمة المحرمة في قضايا متعددة أولياء الله تعالى ينظرون إليها كعقارب وحيات واقعية. نحن نرى أنه طعام، ولكن ولي الله تعالى الذي كشف له الواقع يرى أن هذا الطعام حيات وعقارب، أو أن هذا الطعام قيح ودم وما أشبه ذلك، ولذلك ينكمش عن هذا الطعام. فهذه الحقيقة موجودة بالفعل، ولكن نحن لا نشاهد هذه الحقيقة. هنالك قضيتان في هذا المجال. إحدى القضيتين أنه رجل، يبدو أن هذا الرجل كان له نوع من القابلية. هذه الحقائق لا تكشف لكل أحد، هنالك أفراد معينون أحيانا تكشف لهم واقعيات معينة، واقعيات كونية. ومن الخطأ أنه واحد يجي ويفرض إحساس على الواقعية، يقول ما لا أحس به فلا واقعية له. هذا النوع من الأنانية، نوع من قصور الفكر، أنه واحد يفرض إدراك على الواقعية ويجعل الواقعية خاضعة لإدراك. على كل حال يبدو أن هذا الرجل كان له نوع من الارتباط بالواقعيات، أو أنه شاء الله تعالى أن يكشف له جانب من هذه الواقعية. يقول هذا الرجل: كنت في مكان مليء، وكنت منتحيا جانبا أفكر. جيد، واحد بين فترة وأخرى يفكر أنه إلى أين يسير وما هو المصير، لأن أحيانا واحد في زحام الحياة يغفل. أكو مثال يقولون تحجبه الأشجار عن الغابة،
يشوف هذه الشجرة ولكن لا يرى المجموع النتيجة. إحنا نلتهي بما حولنا وننشغل من أن نفتح عيننا في الصباح إلى أن نغمضها في المساء، ولكن النتيجة إلى وين دا نتحرك، ماذا نعمل؟ هذا يحتاج إلى فترات واحد يفكر في ذاته. نقول كنت جالسا جانبا أفكر، وإذا بي أشاهد انقلاب تحول. هؤلاء البشر الذين كانوا يملؤون هذا المكان رأيتهم بصور أخرى، ملامح أخرى، مو ملامح آدمية. فتعجبت، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ نظرت وإذا بي أرى في خلال هذا الزحام، كان يقول بعضها هيئات بسيطة وبعضها هيئات مركبة من عدة هيئات، فرأيت أنه رجل واحد هو الذي يحمل الملامح البشرية فقط، وهو رجل حلاق. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. حلاق مشغول بعمله ولكنه يحمل صورة بشرية. يقول فبادرت إليه وقلت له هل ترى هذا الانقلاب وهذا التحول؟ وما الذي حدث؟ فيقول المرآة، الحلاقين عندهم مرآة عادة، يقول أخذ المرآة وأعطاني المرآة وقال انظر إلى نفسك. يقول أخذت المرآة ونظرت إلى نفسي وإذا بواحد من هذا الحشد مثلهم، أيضا صورة أخرى غير آدمية. فيقول تأثرت جدا وأخذت هذه المرآة ورميتها على الأرض. فقال لي ذلك الرجل المرآة لا ذنب لها، وإنما يجب عليك أن تصلح نفسك. هذه مثل امرأة قبيحة تقف أمام المرآة فتقول إن صانعي المرايا أخذوا يغشون فيها. الذنب مو في المرآة، الذنب في تلك المرأة. هذه قضية. القضية الثانية بإجمال طبعا، المرحوم الوالد رحمه الله كان ينقلها في تفصيل، ما علي بالتفصيل، أن رجلا ذهب إلى شخص واقعي وطلب منه منهجا ليرتبط بعالم الواقعيات، فأعطاه منهج الرياضة الشرعية. احنا عندنا رياضة غير شرعية، الرياضات الروحية، الرياضات النفسية. شلون الرياضة البدنية تعطي للمرتاض قوة بدنية لا نملكها نحن، الرياضة الروحية تعطي للمرتاض قوة روحية وقدرة هائلة. لكن الرياضة الروحية على نحوين، مرة الرياضة لا تكون رياضة رحمانية إلهية، تكون خارج إطار الشرع، ومرة تكون داخل الإطار الشرعي وضمن الضوابط الشرعية. فأعطاه منهج معين، من ضمن هذا المنهج ألا يأكل اللحم أو لا يشتري شيئا من السوق. تعلمون على ما ببالي أن هذا من المكروهات الشرعية، أنه واحد يشتري من الأسواق، هذا على ما ببالي مكروه، وفيه روايات ناهية إلا إذا واحد مضطر
بعد إذا مضطر الإضطرار يبيح المحظورات وغير المحظورات، وهذا فيه جهات اقتصادية نفسية روحية، جهات عجيبة أكو في هذا الحكم الشرعي. على كل حال فأعطاه منهج، ضمن هذا المنهج أنه لا يأكل اللحم أو لا يأكل شيئا من السوق، الترديد مني أنا الناقل. يقول بعد مدة من المدد، يمكن 40 يوم، الوالد كان ينقل، يقول في يوم من الأيام كنت في غرفة ففكرت أن أشرف على السوق. بيته غرفته كانت مشرفة على السوق. يقول فنظرت وإذا بي أشاهد أن الوضع قد تبدل وماكو هنالك إنسان في هذه السوق، وإنما هنالك كائنات أخرى. البايع له شكل آخر، المشتري له شكل آخر، الذين يمرون لهم أشكال ثانية. فأخذتني حالة من الوحشة، ما الذي حدث؟ ثم فجأة جاء إلى ذهني أن هذه الحالة ربما تكون على أثر تلك الرياضة الشرعية التي قمت بها في هذه المدة. شفت أنا ما أطيق هذه الحالة، هذا يحتاج إلى أعصاب. يقول فورا كان أكو خادم، قلت له اذهب إلى السوق واشتري لحما مطبوخ يعني وجيبه. يقول جاء باللحم المطبوخ وأكلته، استخالف بند أكل اللحم أو بند الأكل من السوق. بعد ذلك أتيت وأشرفت على السوق، شفت لا بشر يبيع يشتري يتحرك. يقول بعدين ذهبت إلى أستاذي المرشد المعلم فقلت له القضية. قال لماذا فعلت ذلك؟ هذا أول الطريق كان، هذا أول ارتباطك بعالم الحقائق والواقعيات، لماذا كسرت الرياضة الشرعية؟ قلت أنا طاقة ما عندي. نذكر بعض الروايات في البحث الخامس الواردة في هذا المجال التي تؤيد هذه الحقيقة التي ذكرناها كلياً أو جزئياً. بعض هذه الروايات ترتبط بهذه النشأة وبعضها ترتبط بالنشأة الأخرى. الرواية الأولى لعلها تدل على المطلوب في الكافي في الجزء الخامس صفحة 20 عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. الحشر يكون طبق النية ووفق النية. الرواية الثانية في بحار الأنوار جزء 47 صفحة 79 عن أبي بصير، الرواية مطولة اقتطع منها قطع. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: يا أبا بصير، إن أكثر من ترى قردة وخنازير. طبعا هذه كلمة مرة ولكنها تعبر عن حقيقة. صدام كمثال، والصداميون الذين عاشوا ذئابا طول عمرهم. هؤلاء ما كانوا بشر، ما هو الفرق بينهم وبين الذئاب؟
بل لعل الذئاب تعتبر أن تشبيه هؤلاء بها هضما في حقها، لأن الذئاب ربما تمشي في الطريق الذي وضعه الله تعالى لها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ولكن هؤلاء الذين عاشوا ذئابا طوال أعمارهم، عاشوا سباعا طوال أعمارهم، القوة السبعية كانت توجه جميع أعمالهم. السبع ماذا يفعل؟ يقتل، يقطع، يجرح، يثب. هذه هي المنظومة الفكرية التي يعيش فيها سباع الغابة. هل تتعجبون إذا في يوم القيامة هؤلاء حشروا على صورة الذئاب؟ أكو تعجب في ذلك؟ اللي عاش ذئبا طوال حياته، هل هنالك عجب أن يحشر ذئبا في يوم القيامة؟ أو أن يكون واقعه الذي ينظر إليه أولياء الله واقع ذئب، واقع سبع من السباع الضارية؟ لا عجب في ذلك. اللي عاش بهيمة طوال حياته، كلمة كلمة حادة ولكنها حقيقة، ليش واحد يتأثر من الحقيقة؟ الله تعالى يقول إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لعل وجه الأضلية أن البهيمة تمشي في طريقها اللي الله تعالى عينه لها، ولكن ذلك الرجل الذي يعيش كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين نثيله ومعتلفه في الخطبة الشقشقية، هذا الرجل الذي عاش بهيمة طوال حياته، منظومته الفكرية لا تعدو منظومة البهائم، بل هو أضل. هل عجيب أن يحشر يوم القيامة على شكل بهيمة؟ أو أن يكون واقعه الذي ينكشف لأولياء الله تعالى واقع بهيمة؟ لا عجب في ذلك. قال يا أبا بصير إن أكثر من ترى في قضية قردة وخنازير. ولعله طبعا والله أعلم قضية المسخ التي كانت تجري في الأمم المتقدمة لعلها كانت ظهور للواقعيات، الواقعية تظهر. قلت له أرنيهم، قال فتكلم بكلمات ثم أمر يده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير فهالني ذلك، ثم أمر يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرة الأولى. شبيه هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار جزء 64 صفحة 261، ونظير ذلك أيضا مذكور في جزء 27 صفحة 30. هذه أيضا رواية. من جملة الروايات الرواية المذكورة في تفسير البرهان، وهي رواية مطولة مذكورة في المجلد الرابع من هذه الطبعة صفحة 500 في سورة الإسراء، رواية جدا مطولة وسندها معتبر، علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية مشحونة بالمعارف المختلفة. النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه الرواية، هذا مقطع من الرواية، ثم مضيت
فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل يقرض اللحم من جنوبهم ويلقى في أفواههم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل فقال هؤلاء الهمازون اللمازون. هنالك رواية أخرى نكتفي بها مذكورة في تفسير نور الثقلين من هذه الطبعة المجلد الخامس. هذه الرواية رواها الشيعة والسنة أيضا. أنا رأيت هذه الرواية في تفسير الفخر الرازي أيضا، ومذكورة أيضا في تفسير الزمخشري، ومذكورة في كتب كثيرة هذه الرواية. كان معاذ بن جبل أو معاذ في سفينة البحار، يقول معاذ، جالسا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل أبي أيوب الأنصاري، فقال معاذ يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور في سورة النبأ فتأتون أفواجا، أفواج يعني شنو؟ فقال يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر، ثم أرسل عينيه، لعل المراد بالدموع، ثم قال يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله تعالى من المسلمين وبدل صورهم، بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون عليها، يعني على وجوههم، وبعضهم عمي يترددون، لعل في الآية الكريمة إشارة إلى ذلك، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، مو يعني أعمى العين، يعني أعمى القلب، وبعضهم صم وبكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم. الرواية مفصلة إذا حبيتوا راجعوها. ثم النبي صلى الله عليه وآله يبين أن أي عمل يؤدي إلى هذه النتيجة. ننتهي إلى البحث الأخير، وهو معنى آخر لانكشاف الحجب. الآن نترك هذا البحث الذي ذكرناه جانبا. المعنى الآخر هو الذي يمكن أن تشير إليه الآية الكريمة، قول الله تعالى حيث يقول يوم تبلى السرائر. البواطن تنكشف. لا نريد المعنى الأول الذي ذكره بعض العلماء، نريد معنى آخر. إحنا الأعمال التي نعملها، شوي دققوا في هذه القضية، ما هي البواعث إلى هذه الأعمال؟ البواعث المفترضة ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون البواعث بواعث شهوية. حاتم الطائي مذكور عنه كان كريم جدا، ولكن لماذا كان كريما؟ أكو شعر ينقل عنه، إذا هذا الشعر إلى واقعية، إذا واقعا هذا كان غرضه، يخاطب زوجته ماويه، كانت تعترض عليه، ليش هالشكل تنفق تخلينا في فقار؟ قال لها أماوية إن المال غاد ورائح، المال يجي ويروح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أما الذكر يبقى، وفعلا ذكر حاتم بقي إلى هذا اليوم. إذا واقعا حاتم هذا كان هدفه،
هذا الباعث باعث شهوي، شهوة المدح، شهوة الذكر، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون البواعث بواعث عقلانية. هنا نقطة دقيقة، العام حفظه الله كان في حديث له يشير إلى هذه النقطة. واحد يجي إلى بيته ويتخذ سياسة الحلم في بيته، حليم، زوجته تعترض عليه فيقابلها بصدر رحب، يديرها إدارة جيدة، لا ينتقدها في شيء، ولكن ليش؟ لماذا؟ لأن يفكر أنه أنا رجل عندي شخصية اجتماعية، إذا أتخاشن في البيت هاي زوجتي تروح تفضحني في الملأ، أنا ما أتهنى بهذه الحياة. العلماء يقولون اجعل من الليمونة الحامضة شرابا حلوة، هاي الليمونة الحامضة اللي ما تتمكنون تتجرعوها شوية، أضيفوا إلها ماء وسكر تتحول إلى شراب طيب. فهذا يريد يعيش حياة هانئة، يقولون ما عنده خلق الطلايب الشكل، يقولون يريد يعيش حياة هانئة. جيد، هذا الباعث إلى باعث عقلي، هذا النوع الثاني. ولكن هذا اللي يتعامل بهذا المنطق في عائلته هل له حق على الله تعالى؟ أنت ماذا كنت تريد؟ كنت تريد حياة هانئة، حصلت الحياة الهانئة. من عمل لي ولغيري وكلته لغيري، حصلت الحياة الهانئة. ما هو حقه على الله تعالى؟ بأي مناسبة يطلب من الله تعالى الأجر والجنة؟ ما له. النوع الثالث أن يكون الباعث متمحضا في الباعث الإلهي والداعي الإلهي، يعني يداري زوجته لأن الله أمر بذلك لهذه الجهة. هذا هو النوع الثالث. إحنا في كثير من الأحيان إذا لم يختلط الباعث الشهوي بالباعث الإلهي، ولكن يختلط الباعث العقلي بالباعث الإلهي، وهذه قضية دقيقة. إحنا يجب أن نفكر لماذا نعمل هذه الأعمال؟ عندما أصل الرحمي لماذا؟ لأن الله أمر بذلك، أو حتى ليحجون علي يقولون فلان قاطع للرحم؟ الأشكال واحدة، المظاهر واحدة، ولكن في يوم القيامة تنكشف الحجب بهذا المعنى الثاني. يوم تبلى السرائر البواطن تظهر بهذا المعنى، فما له من قوة ولا ناصر. كلاهما ذهبا إلى الحج ولكن شتان بين العملين، كلاهما بنيا مسجدا ولكن شتان بين العملين. إحنا يجب علينا في هذه النشأة أن نكشف الحجب عن نوايانا وذواتنا وأعمالنا، ما يقول
بعض العلماء يعبر عن هذه الحالة بعملية الاستبطان الذاتي، إنه أنا ليش دا أعمل، إلى وين دا أروح، وأن إلى ربك المنتهى لولا. الشيخ محمد جواد البلاغي، هذا الرجل العظيم الذي نقل أنه عندما مات النواقيس دقت فرحا بموته، لأنه وضع المسيحية المحرفة في زاوية حرجة بكتبه ببحوثه بالمعاناة الطويلة اللي عاناها في حياته لكشف حقيقة المسيحية المحرفة. هذا الرجل ذاكرين في أحواله عندما طبعت كتبه، أنا في مكان ثاني قاري، أنه باع بيته لطباعة كتابه. يعني شوفوا حجم المعاناة، هذه الأتعاب، كم سنة تعب إلى أن تعلم اللغة الإنجليزية واللغة العبرية وحقق ونقق. أنا المؤلف، كاتبين في بعض الكتب أنه لم يكتب اسمه على كتبه، طبعه بلا اسمه، بينما مؤلف يتعب. طبعا القضية جدا دقيقة، قضية البواعث من أدق القضايا، من أهم مزالق الشيطان. يمكن واحد يخلي اسمه على كتابه أو على مسجده واقعا لله، الله خو ميت قشمر، إحنا نقدر نقشمر الناس ونقشمر المجتمع، لكن الله ميت قشمر، الله لا يخدع عن جنته. ليش تخلي اسمك على كتابك؟ ليش؟ عندك باعث إلهي أكرم وأمن، أما إذا الباعث مو إلهي فهذا الكتاب مو في صراط الله تعالى. يوم القيامة هذه القضايا تظهر واحد واحد. لماذا تخلي اسمك على مسجدك الذي بنيته بكد اليمين وعرق الجبين؟ لله أكرم وأنعم بهذا الباعث. للشهرة إذن ما إلك حق على الله سبحانه وتعالى. المحدث القمي، نختم بهذه القضية، رحمة الله عليه، صاحب المفاتيح، عندما كتب كتاب منازل الآخرة، كتاب جدير بالمطالعة، كان أحد الخطباء يأخذ هذا الكتاب منازل الآخرة، يصعد فوق المنبر ويقرأ من هذا الكتاب. والد المحدث القمي كان يحضر ذلك المجلس، فكان يجي إلى البيت ويقول لابنه أنه عندنا فت خطيب يقرأ من كتاب مطالب جدا رفيعة شامخة. ويمكن لعله أنت مكتب مثل هذا الكتاب، لعله هذا المقطع موجود. المحدث القمي كان يتمكن يقول يا أبي أنا مؤلف هذا الكتاب، ولكنه لم يكن يقول ذلك لوالده، وكان يقول لوالده أدعو الله لي بالتوفيق يوم تبلى السرائر، هنالك تظهر الواقعيات، فيجب علينا أن نحاول أن
نرى ما هي بواعثنا الحقيقية ونكشف نحن عنها الحجاب قبل أن تكشف أمام الناس في يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور.